السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله أول محاضرة في الإلكتريك سيركت 1. هنتكلم على الديفينيشنز، هنتكلم على البيزكس الأساسية في الإلكتريك سيركت. أول حاجة إحنا عندنا الكرنت تيار ده عبارة عن dQ by dt، معدل تغير شحنة بالنسبة للزمن، كولوم بير سكند، أو اللي احنا بنسويها أمبير. تاني حاجة، في حاجة عندي اسمها الفولتج ديفرنس أو البوتنشال ديفرنس. البوتنشال ديفرنس ده فرق الجهد، ولازم فرق الجهد ده يبقى ما بين نقطتين ما بينهم بوتنشال او ما بينهم فرق جهد، يعني لازم يبقى النقطتين دول ما بينهم داي الكتريك او عزل. يعني ايه القصه بتاعه الداي الكتريك او العزل؟ ما ينفعش يبقى عندي سطح واحد، السطح الواحد ده البوتنشال اللي عليه كله قيمته ثابته، لما جيت اجيب فرق الجهد خاصه ده ما يبقى كوندكتور، ما يبقى السطح ده كوندكتور البوتنشال اللي عليه كله جهده واحد، لما اجي اجيب البوتنشال ديفرنس او فرق الجهد ما بينهم هيديني صفر. طيب تعريف فرق الجهد ده والبوتنشال، عباره عن الورك او الشغل اللي انا ببذله عشان انقل شحنه كهربيه ما بين نقطتين، عشان انقل شحنه كهربيه ما بين نقطتين بيبقى ده اسمه فرق الجهد. لكن الفولتج بس، الشحنه الكهربيه دي النقطه منهم هنقلها ما بين نقطتين، نقطة منهم بتبقى عند اللا نهاية، هتبقى في الانفينيتي. يبقى ده شغل ببذله، الفولتج بتاع ده عبارة عن شغل ببذله عشان انقل شحنة كهربية، شغل عشان انقل شحنة كهربية، يعني ده جول بير كولوم اللي انا بسميه فولتج او فولت. يبقى الفولت بتاعي عبارة عن شغل هبذله عشان انقل شحنة كهربية ما بين نقطتين، ده فرق الجهد او البوتنشال ديفرنس. طيب في حاجة عندي اسمها الباور، الباور ده عبارة عن ايه؟ عن شغل تغير شغل بالنسبة للزمن، تغير الشغل بتاعي او الانرجي بتاعتي بالنسبة للزمن، ده بيبقى جول بير سكند او انا بسميه وات. اخر حاجة عندي حاجة اسمها الانرجي، الانرجي دي اللي هي الورك بتاعي، الشغل بتاعي تعبر عن تكامل بي دي تي، يعني عبارة عن وات سكند أو بنسميها جول. دي الأربع حاجات اللي أنا بشتغل عليها. طيب في عندي في الإلكتريك سيركت 3 elements أو 3 عناصر مهمين جدا جدا جدا، دول هنتعامل معهم. أول عنصر عندي الريزيستنس، ده المقاومة بتاعتي، المقاومة دي التيار أما يمشي فيها مفيش حاجة اسمها إن التيار بيقل، لا، التيار اللي بيمشي بيبدأ من هنا هو اللي بيوصل لهنا، التيار بيمشي في الكلوزد لوب قيمته بتبقى واحدة، قيمته بتبقى واحدة. يعني أنا لو وصلت هنا كده مصدر جهد وليكن بطارية بالشكل ده كده، النقطة دي موجبة والنقطة دي سالبة، طيب التيار بيمشي كده، التيار اللي ماشي اللي بدأ من هنا هو اللي هيرجع يوصل هنا. امال ايه اللي بيحصل على المقاومة دي؟ بيحصل حاجة اسمها فولتج دروب، في حاجة بتحصل عندي اسمها فولتج دروب بتحصل على المقاومة، عبارة عن قيمة التيار في الريزيستنس، دي اسمها فولتج دروب. طيب من قانون اوم المشهور، قانون اوم المشهور بيقول لي ان الفي بتاعتي بتساوي الاي في الار بالفولت، وان الكرنت بتاعي بيساوي فرق الجهد اللي موجود على المقاومة على قيمة المقاومة بالأمبير. الباور بتاعي زي ما بيحصل فولتج دروب على المقاومة، بيحصل على المقاومة حاجة اسمها باور لوسس. باور لوسس البيل على المقاومة دي عبارة عن كنا بنقول الاي في الباور اللي على المقاومة، بنجيبها ازاي؟ احنا نعرف ان الباور عبارة عن دي كيو باي دي تي. طيب وانا عندي الانرجي بتاعتي عبارة عن
هتبقى ال V في ال DQ by DT، يبقى الباور بتاعتي ال V ال DQ by DT اللي هي الايه؟ ال current، فولت في current. طب في حالة ال resistance الفولت عبارة عن ايه؟ I في R، تبقى دي عبارة عن I square في R، أو لو شلت ال current هتبقى V square على R. كل ده يديني الباور اللي موجودة في المقاومة. بس انت ليه بتقول باور لوزز؟ والباور دي مهمة جدا جدا في حالة الريزيستنس. دايما 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 اما بنيجي نشتغل في بروجكت او كده، الريزيستنس بتاعتي اما باجي اشتريها لازم ابقى حاسب قيمة الباور لوزز اللي هتبقى موجودة على الريزيستنس في الدايرة قبل ما اجي اشتري مقاومة. انا لما اجي اشتري مقاومة، المقاومة دي بيبقى مكتوب عليها هتبقى عليها كام وات، قيمة الوات اللي عليها، لأن الباور ديسيبيشن اللي هتبقى عليها بتختلف من مقاومة لمقاومة. ممكن تبقى في عندي مجموعة من المقاومات بنفس القيمة بس الباور لوسز اللي عليها هتختلف، اللي هي الاي سكوير في الار. فلازم ابقى المقاومة اللي انا جايبها في الدايرة التيار اللي هيمشي فيها قيمة الباور لوسز اللي عليها يقدر تستحملها المقاومة دي. يعني انا مش هجيب مقاومة 100 وات واحطها في دايرة الاقي ان الدايره دي الباور لوسز اللي هتبقى عليها 500 واط، المقاومه على طول هتضرب مني. يبقى موضوع الباور لوسز اللي موجوده في المقاومه ده موضوع مهم جدا جدا، لازم اعرف احسب قيمته. اخر حاجه عندي موضوع الانرجي، الانرجي اللي موجوده في المقاومه. اي مقاومه عندي لو انا سلطت عليها فرق جهد بعد فتره كده هتلاقيها سخنت في ايدي، سخنت في ايدي، يبقى الانرجي اللي موجوده فيها دي عباره عن انرجي ديسيبيتد، طاقه استهلكت على هيئه حراره، يبقى ما بتخزنش. الانرجي اللي موجوده في المقاومه ما بتتخزنش، لا دي بتستهلك على هيئه حراره. الانرجي بتاعتي عباره عن تكامل البي دي تي، والبي اتفقنا اللي هي الاي سكوير في الار دي تي، يعني الكلام ده يدينا اي سكوير في ار دي تي تكاملها تي بالجول. واعرف دايما ان هي الباور اللي هنا عباره عن باور ديسيبيشن. تاني حاجه موضوع الكاباسيتنس اللي عندي. يعني ايه كاباسيتنس؟ كاباسيتنس ده اللي هو بالساعه، الساعه بتاعت ايه ده؟ لازم الكاباسيتنس هنا عشان يبقى فيه كاباسيتنس بيبقى موجود على داي الكتريك او على عزل. هنا بيبقى ده عباره عن كوندكتور وده كوندكتور، بوزيتيف نيجاتيف، ده موصل وده موصل، وما بينهم ماده عزله. عشان يحصل كاباسيتنس لازم يبقى عندي اتنين كوندكتور وما بينهم ماده عازله. طب طالما اتنين موصل، الاتنين موصل دول وما بينهم ماده عازله، لازم يبقى عليهم بوتنشال ديفرنس، يبقى لازم يبقى عليهم بوتنشال ديفرنس، عليهم بوتنشال ديفرنس وفي كاباسيتنس، يبقى في كمان حاجه هنا اسمها الكتريك تشارج. يبقى في الكتريك تشارج هتتنقل من الشحنات من الجزء ده للجزء ده، وفي بوتنشال ديفرنس وفي كاباسيتنس. الثلاث حاجات دول مرتبطين مع بعض، مرتبطين مع بعض. التشارج بتاعتي عباره عن قيمه الكاباسيتنس بتاع ده الكتريك في البوتنشال ديفرنس، في البوتنشال ديفرنس. وده كده انا بتكلم على حاجه اسمها الالكتريك فيلد او الالكتريك انرجي. الالكتريك فيلد بينشا نتيجه وجود تشارج ووجود بوتنشال ووجود كاباسيتنس. طيب مهم جدا جدا اجي افرق بقى الكاباسيتنس في حاله، انا عندي حالتين، الحالتين دول في حاله الريزيستنس شغالين مفيش مشكله، حاله الدي سي الدايركت كارنت او الاي سي الالترنيتنج كارنت. في حاله الدي سي هل الكاباسيتنس الدايره بتاعته هتشتغل ولا لا؟ لو نيجي نشوف كده، لو انا حبيت احسب قيمه الكارنت بتاعي بتاع المكثف، انا اعرف ان التيار المكثف زي ما اتفقنا عباره عن دي كيو باي دي تي، دي كيو باي دي تي، ولكن التشارج بتاعي عباره عن ايه؟ عباره عن سي في الدي في باي دي تي، ده الكارنت بتاع المكثف. طب انا شغال دي سي، يعني ايه دي سي؟ يعني موجه ما بتتغيرش مع الزمن، الموجه دي كونستانت كده مش هتتغير مع الزمن. طيب لو عايز اجيب الكاباسيتنس هنا المفروض بيقول قيمه الكاباسيتنس في معدل تغير الجهد بالنسبه للزمن، يبقى استنتج من هنا كده ان الاي سي ده هيساوي زيرو. مفيش تيار في الدايره، مفيش تيار في الدايره بس في فرق جهد. يعني ايه دايره الجهد فيها ليه قيمه بس التيار بتاعي بيساوي صفر؟ الدايره دي مشهوره عندنا اسمها اوبن سيركت. يبقى الدايره الاوبن سيركت ان الجهد بتاعي ليه قيمه بس التيار بتاعي بيساوي صفر. في الحاله دي
الكاباسيتنس بتاعي في حالة الدي سي بيتحول لأوبن سيركت، الكاباسيتنس بتاعي في حالة الدي سي بيتحول لأوبن سيركت، ما عنديش كارنت بس في جهد، ما عنديش كارنت بس في جهد. طيب لو جينا في حالة الاي سي، الاي سي الموجة بتاعتي موجة بتتغير كده مع الزمن، طالما بتتغير مع الزمن يبقى في معدل تغير ليها، اقدر اجيب ان الاي سي بتاعي عبارة عن سي دي في باي دي تي، ده ليه قيمة من المعادلة دي. لو عملت فصل متغيرات اقدر اجيب ان الكاباستنس عبارة عن واحد على سي في الانتجريشن بتاع الكارنت ده بالفولت. طيب الباور اللي عندي استنتجنا ان الباور عبارة عن الجهد في التيار، عبارة عن الجهد في التيار. طيب يبقى بيساوي التيار بتاعي اللي هو سي دي في باي دي تي مضروبة في الفي ده بالوات.